بكم. بنسمع أشياء كثيرة جدا عن الثعابين، معلومات وما بنعرف صح ولا غلط، لكن احنا حنتكلم اليوم عن المعلومات هذه وحنعتمد على الطريقة العلمية للموضوع، لأنه أي معلومة نسمعها لازم نتأكد من صحتها. كيف نتأكد من معلومة؟ في كل مرة بتطلع نفس النتيجة. يعني مثلا لو قالوا في ثعبان عنده جوهرة، أوكي نقول المعلومة دي صح، لكن لو ثبت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة إنه فعلا عنده جوهرة، ما نسمع أي كلام وخلاص. في معلومات كثيرة جدا على مستوى العالم كله خاصة بالثعابين. تكلمنا عن حكاية الجوهرة، تكلمنا عن حكاية الانتقام وكيف أن الثعابين بتنتقم من اللي بيقتلوا أطفالها أو خلفتها، وكيف أنها بتشم ريحة دم القاتل، وكيف أنها بتصور القاتل وتجري وراه من بلد لبلد عشان تنتقم منه، كيف تبخ السم في الأكل في الشراب، وكيف تحاول تنتقم من أي واحد بيأذيها. في ثعابين بتعيش داخل المنازل اسمها عمار، طبعا هذا معتقد سائد في العالم العربي، اي ثعبان داخل المنزل بيكون من سكان المنزل اللي هم الجن او الشياطين بيسموهم عمار. ارتبط وجود الثعبان في اي مكان بالكنوز، في اي منطقه فيها ثعابين بيقولوا انها حارسه للكنوز. اشياء كثيره جدا موجوده في الثعبان، عندها اصوات غريبه، اصوات صريخ، اصوات صفير، اصوات زي الهنود الحمر. بيقولوا عندها ريش، عندها شعر، عندها قرون، ملمسها لزج. في ناس كثير بيقولوا الملمس لزج، وانه جلدها سام، وانه اي مكان تمشي فيه بتسمم المنطقة هذه كلها. الثعابين بيقولوا انها بتهاجم اي حاجة وبتقتل اي حاجة، حتى لو كان جمل قدامها او فيل او اي حيوان كبير، الثعبان يقدر يقتله بكل بساطة، ما عنده اي مشكلة. بيقولوا انه الثعابين بتهاجم، يعني لو احنا موجودين في المكان هذا وفي ثعبان، يجي الثعبان يهاجمنا. هذه بعض المعتقدات اللي موجودة في العالم العربي وفي كثير من الدول الاخرى غير العالم العربي. هذه بعض المعتقدات الموجودة في العالم العربي وفي كثير من الدول الاخرى. في السعودية مثلا، في الجنوب، ثعبان اسمه ضحك. ضحك لو لدغ شخص، الشخص يفضل يضحك يضحك لغاية ما يموت، والناس بيحلفوا انه فعلا موجود. في برضه في جنوب السعودية ثعبان لو عض شخص ونام الشخص، يعني لو ثعبان لدغ شخص والشخص هذا نام، الشخص حيموت، لكن لو الشخص فضل سهران طول الليل الثعبان هو اللي يموت. عشان كده في القرى هذه بيسهروا طول الليل وبيطبلوا بيزمروا بيخلوا الشخص سهران عشان الثعبان هو اللي يموت. الحكايات هذه منتشرة ومنتشرة بكثرة جدا، وزي ما قلت كيف نتأكد منها؟ نتأكد انها فعلا بتتكرر في كل مرة وبتكون نفس النتيجة. بيقولوا انه في ثعابين بتقفز من الارض بتخترق جسد الضحية. بيقولوا انه عظام الثعبان سامة، وبيقولوا انه نظرة الثعبان، وتكلمنا عن الحكاية هذه في الحلقة الاولى، انها منومة وانها بتسبب تخدير. بيقولوا انه الثعابين بتلدغ من ثلاثة اماكن، من فمها ومن وسطها ومن ديلها، وناس كثير بيعتقدوا في الحكاية هذه خصوصا في الخليج. بيقولوا انه الثعابين بتتربص للناس وبتجري وراهم من منطقة الاخرى، وقلنا الحكاية دي برضو. الثعبان لو اتعرضنا لي او لاحد من قرايبه، اولاده، مرته، اتعرضنا للراجل، يجوا ينتقموا لبعض. هذه الحكاية منتشرة بشكل كبير جدا، وتكلمنا في حلقة خاصة عن الانتقام. لكن في حاجات غريبة، بيقولوا انه الثعابين بتحب البطيخ، بتحب الكسكس، بتحب انواع معينة من الطعام، وبتجي تشم الاكل ده وبتخربه. الثعابين بتلف على جسم الانسان وبتكسر عظامه، وفي ناس كثيرة تكلموا في الحكاية هذه. طبعا الكلام ده كله كلام غير صحيح، مجرد معتقدات، مجرد أشياء الناس بتصدقها لأنه ما جربت أو ما قريت عن الموضوع أو ما تعرف أي حاجة عن الثعابين، فبالتالي بنصدق أي حاجة.
توب الثعبان بيجيب الرزق، توب الثعبان لو حرقناه واتكحلنا به يشيل عننا أمراض الرمد وأمراض العيون. لحم الثعبان مقوي ومفيد جنسيا، دم الثعبان يطرد الأرواح الشريرة، سموم الثعابين بتسوي لنا مناعة. هذه أشياء معروفة في بعض المناطق والناس بيعتقدوا فيها بشكل كبير جدا. لسان الثعبان في إبرة للسم، قرون الثعبان اللي هو الأفعى المقرنة قرونها بتكون سامة. الثعابين بتحب تشرب الحليب وتفضل انها تروح للبقرة مباشرة وتشرب من ضرع البقرة. كلام كثير جدا عن الثعابين بالنسبة للأحجام، للأشكال، للأنواع، إيش بتأكل، إيش بتشرب، أشياء كثيرة جدا 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 منتشرة في العالم العربي خصوصا وفي العالم كله. لكن أحيانا إحنا لما بنصدق الحاجات هذه بنضر نفسنا وبنضر الغير. أختم الموضوع بقصة محزنة ومبكية في نفس الوقت. واحد في البادية قرصه ثعبان هو نايم، فالطبيب القرية أو الحكيم اللي في القرية قال لهم عليكم بالسمن البلدي، شربوه سمن بلدي. فالراجل أول ما يصحى الصبح يشربوه كاسة سمن، بده يتغدى يسووا له صينية سمن بالسمن، بده يشرب شاهي يسووا له شاهي عبارة عن سمن، يعشوه سمن. المهم فضلوا 3 أيام يشربوه كميات مهولة من السمن. بالصدفة كنا في المنطقة فطلبت أشوف الراجل عشان أشوف تأثير العضة أو لدغة الثعبان. اكتشفت أنه اللي عضه فار، ما له علاقة بالثعابين نهائيا. الحكاية هذه يمكن الناس يضحكوا عليها، لكن لو فكرنا حنلاقي أنه الحكيم ممكن يقتل الشخص هذا بالسمن إلا خلاه يشربه. السمن ممكن يجيب له كوليسترول، ممكن يجيب له ضغط، ممكن يسبب له مشاكل في الشرايين، فبالتالي كان ممكن يقتله. وهذه المصيبة الكبيرة اللي تهمنا في الموضوع، انه نسمع الكلام لكن نفكر هل هو صحيح ولا غير صحيح، عشان لا ننظر نفسنا ننظر غيرنا. نتأكد. كيف نتأكد؟ حاجة بسيطة، نشوف هل المعلومة دي فعلا بتتكرر في كل مرة. وفي حاجة تانية بسيطة ممكن نطبقها على الثعابين وانا بستخدمها على طول. لو سمعنا مثلا عن اي حاجة خاصة بالثعابين، مثلا في ثعبان عنده جوهرة، تمام، هل في بقرة عندها جوهرة ولا زرافة عندها جوهرة؟ لو قلنا انه في ثعابين عندها جناح وبتطير، هل شفنا كلب بيطير ولا قطة بتطير؟ الثعبان زيه زي اي حيوان اخر، وبنركز على الحكاية هذه، ما في ولا اي حاجة مختلفة عن الحيوانات الثانية. فبالتالي معظم اللي بيقولوا عن الثعابين خرافات، معتقدات ما لها اي اساس من الصحة. السبب انه بنصدقها انه ما نعرف ولا شيء عن الثعابين، وخوفنا بيسوي حاجز يبعدنا عن الثعابين وعن معرفة اي حاجة عنها. اتمنى انه نفكر في كل المعلومات ونركز في اي معلومة نسمعها ونتأكد منها قبل لا نخزنها في عقولنا. اتمنى لكم السلامة جميعا، شكرا لكم. اعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.